بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محلل تركي يكشف لترك بريس دوافع الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأنقرة، وقال إن هذه الزيارة تتجاوز العلاقات الثنائية والمنطقة مقبلة على ناتو إقليمي جديد. لمعرفة تفاصيل ما جاء على لسان المحلل التركي أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. تتواصل أصداء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الصحف ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية، حيث تطرح الزيارة العديد من الأسئلة حول دوافعها وأهدافها وتداعياتها، فضلا عن تأثيراتها على العلاقات الثنائية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار حاور تركبريس الأكاديمي والمحلل التركي جوكهان شينجارا حول تفاصيل زيارة بن سلمان إلى أنقرة وعن دوافعها الأساسية، وعما إذا كانت قد نجحت فعلا في نقل العلاقات إلى حقبة جديدة عنوانها التعاون والشراكة على مختلف الأصعدة. تشينجارا وهو أكاديمي في قسم العلوم السياسية بجامعة نجم الدين أربكان التركية وأحد كتاب صحيفة اندبندت التركية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قال إن زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا أمر يتجاوز العلاقات التركية السعودية وتهم المنطقة برمتها، مبينا أن الشرق الأوسط مقبل على تحالفات عسكرية أشبه بحلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف أن هناك العديد من الدوافع للزيارة، أبرزها مساعي بن سلمان لتعزيز سلطته المقبلة كحاكم للسعودية، لذا قام بزيارة أهم ثلاث بلدان في المنطقة وهي مصر والأردن وتركيا، حيث أن القاسم المشترك بين هذه الدول كونها بلدان مسلمة سنية ومعتدلة. ويعتقد أن تعزيز مجالات الشراكة والتعاون بين بن سلمان وهذه البلدان الثلاث سيسهل من إدارته للسلطة في بلاده وفي المنطقة. وأشار المحلل التركي إلى أن الدوافع الأخيرة للزيارة هو أن بن سلمان يسعى لتشكيل تحالف عسكري وجو سياسي في منطقة الشرق الأوسط ولتأمين ديمومة هذا التحالف وعدم مواجهته تحديات من المحيط الإقليمي. سعى لنيل موافقة ودعم الدول الهامة في المنطقة، لا سيما وأن دعم تركيا ومصر والأردن لهذه الخطوة هامة جدا من حيث إنجاحها. وفي معرض رده على سؤال حول مكانة الجانب الاقتصادي في زيارة بن سلمان لأنقرة، قال المحلل التركي إنه لا شك أن هناك دوافع اقتصادية ومساعي لتأسيس شراكات تجارية بين البلدين، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، إلا أنه وبحسب اعتقادي فإن هذا الجانب هو ثانوي بالنظر إلى الدوافع الجيوسياسية الأخرى. نتناول مع حضراتكم أيضا أبرز ما جاء في هذا الحوار الذي دار مع هذا المحلل التركي جوكهان شينجارا. وجه إليه سؤال يقول: هل حققت زيارة بن سلمان لأنقرة أهدافها في الانتقال فعليا بالعلاقات التركية السعودية إلى حقبة جديدة؟ أجاب قائلا: يمكننا القول إن العلاقات تخطت عتبة هامة وقطعت شوطا كبيرا في إطار الانخراط بمرحلة جديدة لتطبيع العلاقات، ورغم أن الأمر سيحتاج بعض الوقت لتحقيق تقدم موس في هذا الخصوص، إلا أن البلدين دخلا فعليا في مرحلة التطبيع ويمتلكان نوايا إيجابية في هذا الإطار، كما نرى ذلك في التصريحات المتبادلة. كذلك فإن علاقات أنقرة والرياض ستكتسب عمقا وزخما استراتيجيا أكثر مع تكثيف مجالات الشراكة والتعاون في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا والعراق واليمن. وبحسب اعتقادي فإن العودة إلى المستوى الجيد للعلاقات الثنائية لن يستغرق الوقت الكثير، لأنني عندما أتواصل مع فئة النخبة في السعودية ألمس لديهم محبة ومودة غير طبيعية تجاه تركيا، ولديهم رغبة كبيرة. لذا أتوقع أن التطبيع بين تركيا والسعودية سيكون سريع بل أسرع من التطبيع الذي حصل بين أنقرة وأبو ظبي.
ووجه إليه سؤال أيضا فيما يتعلق بالعلاقات التركية السعودية وموقفها من تداعيات قضية خاشقجي، فأجاب: أرى أن قضية الصحفي جمال خاشقجي انتقلت تماما إلى مضمار القضاء السعودي، ولن تلقي بظلالها على العلاقات البينية بين البلدين. الدولة التركية لا تتطرق لهذا الملف على الصعيد الرسمي، لكن قد تكون هناك مبادرات من قبل منظمات المجتمع المدني للإبقاء على القضية حية، إلا أن حكومات وساسة حزب العدالة والتنمية الحاكم يبدو أنهم لن يتطرقوا بعد إلى هذا الأمر، بخلاف حزب الشعب الجمهوري بزعامة كلوشدار أوغلو الذي يواصل متابعة القضية. وحول سؤال ماذا سيكون مصير الحظر غير الرسمي على البضائع التركية في السعودية، أجاب: الخطوات الميدانية تشير إلى اتجاه الرياض لرفع هذا الحظر رويدا رويدا، إلا أنه من غير المقبول والمعقول الإبقاء هكذا خطوة في ظل تكثيف رحلات الطيران بين البلدين، ناهيك عن أن السعوديين لديهم رغبة كبيرة في رؤية الشركات التركية وهي تستثمر في مشروع مدينة نيوم ومركز الملك عبد العزيز المالي، كما أن بقاء هذا الحظر يعد متناقضا مع رغبة السعوديين في الدخول إلى السوق التركية والاستثمار فيها، وبخاصة في مجال الإعلام، لأن السعودية والإمارات يعتبرون تركيا مركزا فكريا. هل يمكننا رؤية منصات إعلامية وصحفية سعودية وإماراتية قريبا في تركيا؟ أجاب: بالطبع هذا وارد جدا من قبل السعودية والإمارات، بل وأعتقد أن العديد من القنوات السعودية سواء القائمة أو التي ستؤسس لاحقا ستكون لها أنشطة بارزة في تركيا. أما عن السؤال الأكثر أهمية فهي: ما هي توقعاتكم الأساسية التي يجب أن نتوقعها من هذه الزيارة؟ فأجاب: الزيارة ليست محدودة بالعلاقات التركية السعودية، بل تهم المنطقة برمتها، لأن سياسات ترامب وبريطانيا فرضت معادلة مختلفة على المنطقة تمثلت في الاتفاقيات الإبراهيمية للتطبيع بين الكيان الصهيوني وبلدان الخليج، لذا تحاول هذه الدول حاليا تحويل هذه الاتفاقيات إلى تحالف أمني تحت مظلة عسكرية، وتركيا ستكون في قلب هذه المعادلة والمظلة الأمنية المرتقبة. وحول سؤال متعلق بلغة الجسد التي انتهجها بن سلمان خلال مراسم الاستقبال الرسمية في أنقرة، وكذلك أيضا خرق البروتوكول في مقولة مرحبا عسكر، قال: أرى أن لغة الجسد لولي العهد كانت طبيعية جدا في أنقرة، أما فيما يخص إلقائه السلام على حرس الشرف خلال الاستقبال بدلا من قوله مرحبا عسكر بقوله السلام عليكم، قال أن هذا الأمر موجه للداخل السعودي وأراد أن يكسب بها على الأرض هناك ولا علاقة لها بتركيا. متابعين الأعزاء، في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.